نشرت صحف مصر والعالم في شهر يونيو 1992 خبر اغتيال المفكر والكاتب دكتور فرج فودة، اللي كان خارج من مكتبه مع صديقه وابنه، وكان بيراقبهم شابين من جماعة الجهاد. وأثناء خروج فرج فودة، قام أحد الشابين وصوب رشاشه الآلي نحو الدكتور فرج وابنه وصديقه. شاب كده يعني دقنه كبير شوية، مش يعني ملتحي، ويعتبر كحالي دقنه، بس بقى له فترة ما حلقهاش يعني. وكان لابس طاقية زرق كده لونها أخضر تقريبا يعني. بس متمكناش منه أكتر من كده تاني يعني. كان مغطي وشه؟ لا، هو كان حاط الطاقية دي منزلها لورا كده، ماسك الرشاش، كل اللي بص ناحيته كان يضربه. طبعا اي واحد كان يحاول ان هو ياخد نمره الموتوسيكل ولا حاجه كان يضرب عليه طلقه على طول. ليصيب الابن والصديق اصابات خطيره، ويقتل فرج فودة اثر تهتكات شديده في منطقه البطن والامعاء، ليلقى مصرعه في مستشفى المرغني بعدها بست ساعات. ما تخيلتش انه ضرب نار خالص، لما لقيت بابايا بقى ايه بينزل دم منه، فعرفت انه ضرب نار. فانا ما كنتش حاسس بيه غير لما جيت اقوم، حسيت ان عرفت بقى ان انا اتصبت يعني. هرب منفذ العمليه بعد اطلاق الرصاص، ولكن قرر سائق الكاتب فرج فودة مطاردتهم بالسياره، وقدر انه يصطدم بمؤخره الموتوسيكل اللي هرب بيه منفذ العمليه، ليسقط واحد منهم ويهرب الثاني. تم القاء القبض على عبد الشافي احمد رمضان اللي اعترف باسم شريكه، وقال انه تلقى امر قتل فرج فودة من محامي صفوت عبد الغني القيادي في الجماعه الاسلاميه، واللي كان محبوس وقتها على ذمة قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب. 1300 سنة 1% منهم يناصر الدعوة للدولة الدينية، و99% تناصر ما ندعو له وهو الدولة المدنية. وكان حادث الاغتيال متوقع، خاصة بعد مناظرة معرض الكتاب سنة 1992، واللي شارك فيها فرج فودة مع الشيخ محمد الغزالي ومأمون الهضيبي، المناظرة اللي كانت بتدور حول مصر بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية. وبعد المناظرة الساخنة، نشرت الصحف أخبار عن تأسيس فرج فودة لحزب المستقبل ليقف به ضد تيار التطرف الديني. صحيح على كل إنه التطبيق الإسلامي كان 100% أيام دولة الخلافة. أصدرت ما تسمى جبهة علماء الأزهر بيان بيبيح هدر دمه، بدعوة إن الكاتب فرج فودة خرج عن أصول الشريعة وفي حكم المرتد. خلال جلسات محاكمة 13 من المتهمين في القضية، أثارت شهادة الشيخ محمد الغزالي الجدل، الشهادة اللي قال فيها إن القتلة تجاوزوا فقط على سلطة ولي الأمر، ولكنهم بدروا بقتل فرج فودة وهو مستحق للقتل باعتباره مرتد. عقد التسعينات كان بمثابة فترة الذروة في عمليات التصفية اللي تبنتها الأجنحة العسكرية للجماعات الإسلامية وقتها، فقد تعرض الكاتب الكبير نجيب محفوظ لمحاولة اغتيال بالسكين في أكتوبر عام 1994، وسبقها عملية اغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق رفعت المحجوب سنة 1990، وكان المتهم الأول فيها هو القيادي صفوت عبد الغني المحرض الأول لقتل فرج فودة. ومع انقضاء عقد التسعينات وإعلان الجماعة الإسلامية مبادرتها لوقف العنف واعتذارها عن بعض عمليات التصفية الجسدية خلال ما عرف بمراجعات الجماعة، يبقى حادث اغتيال شهيد الكلمة فرج فودة شاهدا على فترة استخدم فيها الإرهابيين السلاح لفرض آرائهم على المجتمع وعلى من حمل قلمه ضد من يغطون جرائمهم بالجلباب الأبيض ويخفون إرهابهم وراء اللحى.